بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة هنتابع مع حضراتكم آخر أخبار واستعدادات النادي الأهلي لمواجهة الأسيوطي غدا، اللقاء المؤجل من الجولة السابعة. أيضا عندنا إطلالة على كأس العالم للأندية اللي هينطلق غدا بالإمارات العربية المتحدة. كل التوفيق للأندية العربية. أيضا هيكون عندنا متابعة لآخر مستجدات لدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج اللي فيه النهاردة هيقام بعض الجولات، وغدا تستكمل جولات دوري أبطال أوروبا. ثم نحلل فنيا طريقة لعب النادي الأهلي، طريقة لعب الأسيوطي، وكل ما يدور في كواليس النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الأسيوطي غدا وإطلالة على الدوري المصري الممتاز. هبدأ مع حركه أخبار النادي الأهلي سريعا. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده قعد مع كابتن حسام البدري، كان في جلسه جمعت كابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن حسام البدري عشان يبتدوا يحددوا ما سوف يتم في الشتاء، سواء من اللعيبه اللي كابتن حسام البدري بيفكر انه يضمها، المراكز اللي بيدور عليها كابتن حسام البدري. وده شيء مهم انه يقام منذ الان عشان يبتدي دايما تبقى محضر ومجهز نفسك انك لما تيجي تخش في انتقالات يناير بتبقى جاهز في الناحيه الفنيه على المراكز، ويتم انتقاء اللعيبه اللي تقدر تكون على مستوى النادي الاهلي المطلوب. الفتره الماضيه كل اللعيبه ما شاء الله اللي دخلت النادي الاهلي كانت على اعلى مستوى، سواء من اجانب او سواء من مصريين. كابتن حسام البدري ابتدى يبان له الملامح اللي محتاجها النادي الاهلي بقوه. عايزين نقول ان في بعض الصفقات اثبتت وجودها وزياده، زي مثلا ايمن اشرف اللي كان عليه العديد من الاقاويل، ولكن الراجل نزل واثبت نفسه بجداره، اضافه الى باكا الجنوب افريقي. وادي امام حضراتكم ادي ازارو، ايضا واحد من الفراوده اللي بقى له دور مهم جدا وبقى هداف الدوري حتى الان في الموسم، في هذا الموسم، سواء مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا او مع الدوري العام. ايضا خلينا نكمل اخر اخبار انضمام فتحي واجاييه لتمرينه النادي الاهلي. كان تغيب احمد فتحي بسبب ظروف اسريه، وايضا كان جونر اجاييه كان خد راحه وعمل بعض التمرينات في الجيم مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق المتألق صراحة في الفترة الماضية، وأدوا تدريبات بشكل قوي جدا استعدادا ان هم يرجعوا مرة تانية في إطار منافسة الدوري العام. نادي الأهلي بيلعب ماتش كل أربع أيام، وده من الحاجات اللي هتشوفه، وزي ما قلنا لحضراتكم مع نجومنا الكبار هيبقى فيه سياسة التدوير وهيبقى فيه كل الأمور هتبتدي تبان الملامح. أدي طبعا علي معلول بيكمل تمريناته واستعداداته مع النادي الأهلي عشان يخش جوه أجواء التشكيل وأجواء القائمة. النادي الأهلي حتى الآن كابتن حسام البدري ضم 19 لعيب: شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد هاني، سعد سمير، وأيمن أشرف، صابر رحيل، محمد نجيب، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، جونر أجاييه، وليد أزارو، باكا وأحمد الشيخ، مؤمن زكريا، عماد متعب، أحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، وباسم علي. باسم من النجوم اللي كانوا بره في الفترة اللي فاتت، وهادي أكيد تألقه في التدريب خلى الكابتن حسام البدري يدخله مرة تانية في قائمة النادي الأهلي. الجميل أن 19 لعيب اللي موجودين في القائمة أو قائمة النادي الأهلي بأكملها، أي لعيب جاهز أن هو يكون مشارك مع النادي الأهلي وبيأدي على أعلى مستوى، وده صراحة حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي تحسب للنادي الأهلي وأيضا مجلس إدارته أنه قدروا يوفروا كل هؤلاء اللعيبة بحيث أنها تدي الكابتن حسام البدري حلول. وزي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي ما شاء الله في مسافة كبيرة جدا ما بينه وما بين أقرب المنافسين من الناحية الفنية. أنت دلوقتي بتتفرج على فريق النادي الأهلي من فضل الله جاهز في كل الخطوط، حتى اللعيبة اللي كان بيبقى عليهم بعض علامات الاستفهام من قبل حتى ما ينزلوا للملعب، وده رد على كل النقاد، بتنزل وبتأدي وكأنها موجودة مع النادي منذ فترة. حتى اللعيبة أيضا اللي بتشارك فترة وبتغيب فترة وترجع تشارك تاني بتبقى حاسس إنها ولا كأنها طلعت من الملعب تماما. أبرز مثال صابر رحيل في هذه الفترة، ومن قبله محمد نجيب، ومن قبله حمودي. اللعيبة اللي بتشارك على فترات ثم تغيب وترجع تعود مرة تانية بتبقى حاسس إن مفيش أي مشكلة في النادي الأهلي وفي طريقة استعدادات النادي الأهلي والكابتن حسام البدري. كابتن علي ماهر
الناحيه الثانيه لفريق الاسيوطي ضم 20 لعيب استعدادا للنادي الاهلي، عصام ثروت واحمد دعدور وحماده طلبه، احمد سعيد اوكا، احمد جمال، سليم عبد الخالق، محمد طارق، اسلام صيام، موسى داو، نبيل دونجا، ومهند لاشين، مصطفى كالوشه، ومحمود خالد شيكا، وشريف دابو، ومحمد خليفه، محمد عنتر، واحمد عفيفي، سعيد مراد، وعمر بسام، ونبيل داوودي. دي اخر استعدادات ايضا فريق الاسيوطي اللي هنتابع كل الحوارات الفنية وتحليل مفصل لكل ما يخص مباراة ومواجهة النادي الأهلي مع فريق الأسيوطي مع ضيوفنا الكرام كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن ربيع ياسين، وأيضا ترافولتا الكرة المصرية كابتن شريف عبد المنعم. أكمل مع حضراتكم النهاردة الصراحة في لفتة جميلة من يعني هو الصراحه دايما هو بيعمل هذه الامور، كابتن محمود الخطيب كان بيشارك في تشييع جثمان الكابتن ابراهيم الشيخ ربنا يرحمه ويغفر له ذنبه ويعظم له اجره. وكابتن محمود الخطيب الصراحه في كل هذه الامور بيشارك في يعني الحاجات ديت ما بتعديش عليه، ودي اخلاقه دايما كابتن محمود الخطيب دائما وابدا حريص على التواجد في كل المناسبات سواء المناسبات او واجب العزاء وايضا في مناسبات التكريم. اكمل مع حضراتكم ونروح لموضوع مهم جدا، ادي صور كابتن محمود الخطيب ووجوده مع عزاء الكابتن ابراهيم الشيخ طبعا واحد من نجوم نادي النصر، وكابتن محمود الخطيب كان بدايته في نادي النصر قبل انضمامه للنادي الاهلي ليصنع تاريخ الاسطوره. ادي كابتن اكرامي كبير وحش افريقيا ايضا كان من الناس المشاركه في العزاء، وربنا يرحم يا رب كل موتانا باذن الله. دي حاجه طبعا كانت مهمه جدا، والتواجد في هذه المناسبات امر مهم جدا من الناحيه المعنويه. نكمل كلامنا ونروح لكاس العالم للانديه، البطوله اللي اتلعبت 12 مره ومنافسه قويه جدا ما بين انديه اوروبا وما بين انديه امريكا الجنوبيه حتى الان. 9 مرات تاخدها انديه اوروبا واربع مرات تاخدها انديه امريكا الجنوبيه. خلينا كده نفتكر مع حضراتكم البطوله هتقام في الامارات، هتبتدي اول لقاءاتها غدا، الجزيره الاماراتي هيواجه اوكلاند سيتي. خلينا افكر حضراتكم ان البطوله ابتدت في موسم 2000 مع بداية الألفينات كان نادي كورينشنس البرازيلي ابتداها في البرازيل، وادي أمام حضراتكم بعض اللقطات اللي كان نادي كورينشنس وكان ابتداها. بعد كده في 2005 نادي سان باولو البرازيلي او ساو باولو البرازيلي حصد البطوله في 2005، وبعد كده ابتدى انترناسيونالي بورتو أليجري البرازيلي في هذه البطوله. النادي الاهلي كان واجه انترناسيونالي وكان خسر في الدور قبل النهائي بهدفين مقابل هدف. كان النادي الاهلي صراحه قدم واحده من افضل مبارياته في تاريخ النادي الاهلي امام هذا الفريق اللي كان بيضم الكسندر باتو، وكان عندهم فرود ايضا قوي جدا اسمه فرنانداو، وكان أحرز هدف نادي الأهلي أمادو فلافيو الأنجولي في هذه البطولة. كانت واحدة من أفضل بطولات النادي الأهلي اللي حصل فيها على المركز الثالث بعد ما فاز على نادي كلوب أمريكا من المكسيك. أكمل مع حضراتكم نادي ميلان حصل عليها في 2007 كأول فريق من أوروبا يحصل على هذه البطولة، ثم توالى بعد كده مانشستر يونايتد. كان نادي ميلان حصل على دوري أبطال أوروبا في هذا العام. مانشستر يونايتد الإنجليزي والسير أليكس فيرغسون أيضا في 2008 بعد حصوله على البطولة، ثم جاء برشلونة الإسباني في 2011 قبل أن يعود كورينثيانس البرازيلي ويفوز بهذه البطولة مرة تانية، ويقول أن أندية أمريكا الجنوبية مش بعيدة في 2012، ثم جاء بايرن ميونخ الألماني في 2013، ثم ريال مدريد في 2014، برشلونه في 2015، وريال مدريد في 2016 اخر بطوله في العام الماضي. وادي امام حضراتكم ده اللقاء اللي كان بيواجه فيه ريال مدريد 4-2 على نادي اعتقد اوراوا الياباني في لقاء كان ذهب الى الوقت الاضافي، كان اعتقد كريستيانو رونالدو كان حقق التعادل لريال مدريد من ضربه جزاء ثم احتكم الى الوقت الاضافي وده الهدف الاول للفريق الياباني، وبعد كده اعتقد كاشيما انثرز، وبعد كده دخل كريستيانو رونالدو احرز هدف من ضربه جزاء وعاد بقى ريال مدريد في هذا اللقاء. كان ايسكو كان نزل بديل غير الامور تماما لمصلحه ريال مدريد. الصراحه ايسكو لما بينزل بيصنع الفارق، وكان حتى كريستيانو رونالدو في هذا اللقاء اضاع العديد من الفرص.
خلينا نقول ان فرق اسبانيا مسيطره على هذه البطوله بشكل قوي. ادي ضربه الجزاء اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، يعني الحمد لله ان الذاكره لسه موجوده. 2016 ريال مدريد، 2015، 2014، ادي كده ثلاث مرات للانديه الاسبانيه، وبرشلونه في 2014 وبرشلونه في 2009، خمس مرات بياخدها فرق من اسبانيا سواء برشلونه وريال مدريد، وهم طبعا الابرز في العالم. دي احد الفرص الضائعه من كريستيانو رونالدو. كان بنزيما ايضا بيتعامل مع كريستيانو رونالدو، دي ميزه بنزيما انه بيشوف كريستيانو فين وبيتعاون معاه، بيبقى عنده الباسنج سيلز او زاويه التمرير بالنسبه لبنزيما عاليه جدا، فبيقدر يتعاون. عشان كده دي اهم ملامح ابقاء بنزيما في طريقه ريال مدريد. في كلام كبير جدا ان نجمنا الكبير محمد صلاح في على رادار ريال مدريد في انتقالات يناير، والكلام ده مش بعيد. محمد صلاح يعني الكل ما بياخد خطوه، ادي كريستيانو رونالدو احرز هدف التقدم، كل ما اسهمه بتكبر، وكان شارك امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا مع فريق اس روما وادى اداء جيد جدا، وده اللي خلاهم يحطوه في الرادار. هو مش بس تالقه مع ليفربول اللي بيخلي الناس في اوروبا تبتدي تبص على لاعب، لا ده بيبقى فيه متابعه جيده جدا على مدار مشواره عشان يقدر يحط فيه هذه المبالغ عشان يتعاقد مع لاعب بيبص عليه على مدار مشواره من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاخلاقيه والالتزام والسلوك، ودي من اهم العوامل اللي بتدي فريق زي ريال مدريد انه يشارك او يبص على لاعب بقيمه محمد صلاح نجمنا الكبير. كريستيانو رونالدو احرز الهاتريك في هذا اللقاء زي ما حضراتكم شايفين عشان يدي فريق ريال مدريد بطولة غالية جدا عليهم، بطولة كأس العالم الأندية، وبتخليهم يحطوا لوجو ذهبي على قميص فريق الريال، واي فريق بياخد كاس العالم الانديه سواء برشلونه سواء الريال بتبتدي تلاقي لوجو ذهبي على قميص الفريق في الموسم اللي يليه. ريال مدريد هو حامل اللقب واكثر الانديه حصولا حتى الان مع مناصفه مع برشلونه. هل سيتفوق بقى على فريق برشلونه الاسباني في هذا اللقاء؟ لان ايضا معاهم منافسه قويه جدا من نادي كورينثيانس اللي البرازيلي اللي حصل ايضا على البطوله في اكثر من مره، حصل عليها مرتين 2000 و2012، اعتقد كان تغلب على نادي فريق الانتر، انتر ميلانو، لا انتر خد 2010، ففي 2012 كان على ما اظن كان فريق تشيلسي الانجليزي. طيب نروح لماتشات الغد. الجزيره الاماراتي واوكلاند سيتي مواجهه مهمه جدا. المدرب الهولندي تين كات للجزيره الاماراتي ابتدى يتحدث عن هذه المواجهه. ادي امام حضراتكم متابعه لاخر دوري ابطال اوروبا، ازاي وصل ريال مدريد لفريق لبطوله كاس العالم الانديه بعد ما سحق اليوفي في رباعيه مقابل هدف في الفاينل. ده ادي الجزيره الاماراتي ومنظم البطوله، فريق من الفرق العربيه اللي بتمنى له التوفيق. وادي كوبا ليبرتا دوريس او دوري ابطال اوروبا في امريكا الجنوبيه، وادي دوري ابطال اسيا اللي كان طلع منها فريق اروى ريد دينامونز الياباني اللي تفوق على فريق الهلال، وكنا كلنا الصراحه مع فريق الهلال كنا بنتمنى له التوفيق. هيبقى في مواجهه ما بين باتشوكا المكسيكي، النادي الاهلي كان واجهه قبل كده في بطوله كاس العالم للانديه، وفريق الوداد المغربي من المغرب. ده هيبقى يوم السبت، غدا هيبقى الافتتاح. وفريق اوكلاند سيتي او الجزيره الفائز منهم هيواجه فريق اليابان اوروا في الدور ربع النهائي، ثم بعد كده هيبتدي فريق جريميو من البرازيل. فريق جريميو ده يا جماعه ده الفريق اللي ابتدى فيه رونالدو الكبير، يعني رونالدو الكبير الفلونيو الظاهره، رونالدو نجم منتخب البرازيلي كان بدايته، عفوا ده كان فريق رونالدينيو، كان بدايته مع فريق جريميو البرازيلي. رونالدو الكبير كان ابتدى في كروزيرو، جريميو واحد من الفرق، وحتى كان هيخش معانا كابتن شريف عبد المنعم، كنا بنحلل الدوري البرازيلي في احدى القنوات، وكان دايما فريق الفرق في البرازيل ما فيش فرق بتفضل محتكره بشكل كبير جدا، يعني بيبقى فيه تباينات، ودي من الحاجات اللي بتدي متعه على الكره البرازيليه. ممكن تلاقي فريق بعيد جدا وفجاه بيعمل كذا تدعيم وينفذ
بقوة على البطولة الدوري البرازيلية. فريق ده في الدور نصف النهائي بيبتدي يشارك فرق أوروبا، ودي صراحة حاجة من الحاجات اللي كان العديد من الدول اللي بتشارك في كأس العالم الأندية بتبتدي تشتكي منها، ولكن التنظيم والرعاة هم لهم الدور الأبرز، إن فريق دوري أبطال أوروبا بطل أوروبا ما بيشاركش طبعا منذ بداية البطولة، يبتدي يشارك في الدور نصف النهائي والنهائي، يعني بيلعب ماتشين بياخد منهم بطولة، عكس ممكن تلاقي فريق ابتدى من الدور التمهيدي عشان يوصل للنهائي، سواء فريق جاي من أفريقيا أو جاي من آسيا، أو زي مثلا فريق زي الجزيرة الإماراتي عشان يروح للفاينل لازم هيلعب دورين أو ثلاث أدوار. ولكن فرق أمريكا الجنوبية بتبتدي تشارك هي كمان من ربع النهائي، وفرق أبطال أوروبا بتشارك من نصف النهائي، وده بيبين قد إيه التنظيم لهذه البطولة بيبقى فيه رعاة، عشان طبعا نسبة المشاهدة لما تلاقي فرقة زي ريال مدريد بتلعبك في السيمي فاينل وبعد كده الفاينل، هيبقى نسبة المشاهدة بنسبة كبيرة جدا 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 لكل المشاهدين على مدار العالم. ده فريق باتشوكا المكسيكي، وحضراتكم شايفين البانر ووصوله الى الامارات للمشاركه في كاس العالم للانديه. ايضا فريق اوكلاند سيتي كان تم عرض بعض الصور لوصولهم، لان الناس دي بتوصل بدري. فريق ريال مدريد هتلاقيه بيلعب في دوري ابطال اوروبا ثم يذهب يوم السبت المقبل الى الامارات، ممكن يبقى هناك بقى الجمعه عشان يلعب ماتشه في السبت، ودايما بيبقى اول لقاء بالنسبه لهم بيبقى فيه سياسه تدوير كبيره جدا، ويبتدي يشرك النجوم والكبار التوائل بقى يبتدي يشركهم في اللقاء النهائي على حسب مجريات الامور، زي ما شفنا صراحه على مدار كل يعني الماتشات او البطولات اللي شفناها في كاس العالم للانديه، حاجه كانت مهمه جدا. ايضا النهارده هكمل معاكم على الصعيد العالمي قبل ما اتوجه للشان المحلي. النهارده في ماتشات في منتهى القوه في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، البطوله الاقوى من حيث التنافس على الانديه. تشيلسي الانجليزي في مواجهه مصيريه مع اتلتيكو مدريد من اسبانيا على ملعب سانفورد بريدج في انجلترا، صراحه مواجهه من العار الثقيل، خاصه ان مواجهاتهم في البطولات السابقه كان فيها تفوق الى حد ما الى اتلتيكو مدريد، ولكن تشيلسي في هذا الموسم في الدوري مش على المستوى المطلوب، والعديد من التكهنات والضغوطات على المدير الفني الايطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي انه يفعل شيء في بطوله دوري ابطال اوروبا، لان طبعا كلكم عارفين ان مالك تشيلسي ابراهيموفيتش من المالكين النوادي اللي ما بيصبروش كتير على المدربين، وتشيلسي كان ضمن التاهل برصيد 10 نقاط، اما فريق اتلتيكو مدريد بينافس فريق اس روما فريق محمد صلاح السابق على التاهل، ده اتلتيكو عنده 6 نقاط وفريق اس روما عنده 8 نقاط، مواجهه هتبقى من نار، واتلتيكو مدريد وصعوبه موقفه في المجموعه هو اللي هيصعب هذه الامور. احنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي عادل كوراي. مساء الخير يا دكتور. نعم. اخبارك ايه؟ وحشني. وحضرتك اكتر والله. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. كنت بتكلم طبعا دلوقتي على مواجهات دوري ابطال اوروبا، ابتديت بمواجهه تشيلسي واتلتيكو مدريد، ومواجهه صعبه على الاتلتيكو خاصه انه بينافس اي اس روما. النهارده ايضا روما عنده كارباخ من اذربيجان، مواجهه الى حد ما سهله ولكن ممكن تحدث مفاجاه. ايضا هكمل مع حضرتك بقيه المباريات وبعدين استعرض معاك بقى كيف تراهم. برشلونه هيواجه سبورتنج لشبونه البرتغالي، اولمبياكوس من اليونان هيواجه اليوفي، وعندنا بنفيكا هيواجه بازل السويسري، مانشستر يونايتد هيواجه سياسكا موسكو، وكلنا بقى نبتدي نركز مع انديه روسيا. سياسكا موسكو ده في كذا لعيب في المنتخب الروسي، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان واحده من اقوى المواجهات، وفي الاخير سيلتيك امام اندرلخت البلجيكي. تمام. هو يمكن زي ما حضرتك قلت المجموعه اللي فيها تشيلسي واتلتيكو مدريد وروما هي اللي عليها العين شويه. تشيلسي ضمن التاهل تماما، لكن على الاقل هيلعب على حصوله على نقطه على الاقل عشان خاطر يضمن المركز الاول. نعم. المجموعه اتلتيكو مدريد فرصته صعبه جدا لانه لازم يكسب تشيلسي في لندن النهارده، وفي نفس الوقت روما ما يكسبش كاراباخ، وطبعا كاراباخ هو الحلقه الاضعف في المجموعه، رغم كده قدر يحصد نقطتين ويضيع 4 نقط على اتلتيكو، ده هو ده اللي يمكن عقد نقطه اتلتيكو في المجموعه. فطبعا فكره ان خروج اتلتيكو مدريد اللي هو كان وصل 2 فاينل في اخر 3 سنين ووصل سيمي فاينل اعتقد مره كمان او مرتين،
فده هيبقى مفاجاه كبيره جدا. لكن هو زي ما قلت لحضرتك هو مشكلته ان هو تعادل مع كاراباخ رايح جاي، هو ده اللي عمل مشكله كبيره جدا لاتلتيكو مدريد. في نفس الوقت روما ظهر بمستوى كويس جدا في دوري المجموعات، قدر يكسب تشيلسي وقدر يتعادل مع تشيلسي في لندن وكسب روما، فطبعا ده هو اللي عقد نقطه اتلتيكو مدريد. واعتقد دي يمكن الاقرب اذا ما حصلش مفاجاه كبيره قوي يعني من كاراباخ، الاقرب ان اتلتيكو سوري ان روما هو اللي هيرافق تشيلسي الى الدور الجاي ان شاء الله. طيب نروح للقاء بقى برشلونه وسبورتنج لشبونه واليوفي واولمبياكوس، كيف ترى هذه المواجهتين؟ هي يمكن برضه نفس الفكره ان برشلونه ضامن التاهل تماما، وكان الكلام كله ان فالفيردي النهارده هيقحم فريق من يعني العناصر اللي ما بتلعبش بصفه مستمره، لان هو ضامن التاهل وتقريبا ضامن كمان المركز الاول. هيعمل تدوير يعني. بالظبط. لكن على الناحيه الثانيه بقى يوفنتوس عنده مباراه اولمبياكوس لازم عليه ان هو يكسب عشان خاطر يتجنب اي مفاجاه من سبورتنج لو قدر يكسب برشلونه في كامب نو. نعم. برضه يعني المفاجات مش متوقعه قوي، لكن زي ما قلت لك يمكن فكره بس ان برشلونه هيريح عدد كبير من لعيبته الاساسيين، هو ده اللي هيدي يمكن خوف شويه عند يوفنتوس، فهيلعب على الفوز على اولمبياكوس في اليونان عشان يضمن ما يدخلش نفسه في مشكله اذا سبورتنج مش بيكون عامل مفاجاه برضه. طيب هذهب الى مجموعه مانشستر يونايتد ويواجه سياسكا موسكو، ودي مواجهه مهمه بالنسبه لنا احنا كمصريين، لان في لعيبه كتير من سياسكا موسكو في المنتخب الروسي، وخلاص احنا وقعنا مع روسيا في كاس العالم في مجموعه واحده هنواجهها في المباراه الثانيه. كيف ترى هذه المباراه ومانشستر يونايتد متعثر في الدوري وعنده لقاء مهم جدا امام مانشستر سيتي وديربي مانشستر ولقاءات في منتهى القوه في الفتره القادمه لجوزي مورينيو؟ يمكن يونايتد بعد ما كسب اول اربع مباريات في الشامبيونز ليج كان خلاص يعني على يعني كان كله متوقع انه هيصعد، وحسب الامور خسر من بازل المباراه اللي فاتت، فيعني كلكع الدنيا شويه خاصه ان هو 12 وبازل 9 وسيسكا 9، فلو بازل كسب بنفيكا وده متوقع لان بنفيكا ما خدش ولا نقطه في الماتشات الخمسه اللي فاتوا، وسيسكا كسب هيبقوا الثلاث فرق 12 نقطه وهنبتدي نخش بقى في فرق الاهداف. لكن طبعا يمكن فكره ان المباراه في اولد ترافورد ده بيدي افضليه شويه ليونايتد ان هو يحقق المكسب، رغم ان مورينيو كان بيتكلم ان هو عنده لعيبه مجهدين من المباراه اللي فاتت قدام ارسنال، وكمان عنده مباراه مهمه جدا يوم الاحد الجاي مع مانشستر سيتي، فهو بيفكر يعني عارف زي صاحب بالين بقى يعني بيفكر في الماتشين في وقت واحد. طيب سياسكا عندها 9 نقط بالظبط، لان سياسكا لو كسب هيبقى 12 نقطه هيتساوى مع يونايتد وده هيعقد الامور جدا. لكن من وجهه النظر اللي حضرتك بتقولها احنا فعلا لازم نركز، لان منتخب روسيا بقى له يمكن ثلاث بطولات سواء كاس العالم او اليورو اللي فات بيعتمد تماما بتشكيله كامله 23 لعيب اللي معاه في روسيا. نعم. فاحنا لازم فعلا نبص على الانديه دي يعني عندنا النهارده سيسكا موسكو هيلعب مع يونايتد، بكره سبارتاك موسكو هيلعب مع ليفربول. نعم. نبتدي نبص على اللعيبه، لان زي ما قلت لحضرتك هو السياسه الروسيه الفتره اللي فاتت بيعتمدوا على اللعيبه كلهم في الدوري الروسي. وايضا زانت في اليوروبا ليج كل الانديه الروسيه، فكل دول هو هيدينا قوام المنتخب الروسي، نبتدي نشوف ابرز اللعيبه عشان نبتدي احنا نفسينا حتى كفنيين، وبالنسبه للمدير الفني هيكتور كوبر اكيد يعني اكيد هيبص على ويتابع لعيبه المنتخب الروسي بشكل جاي. مظبوط، لان زي ما قلت لحضرتك هو ستانيسلافتشر سوف مدرب منتخب روسيا بيعتمد بشكل كلي يعني 23 لعيب اللي هيخشوا القائمه هيبقوا كلهم بيلعبوا في الدوري الروسي، ده حصل في كاس العالم 2014 وده حصل برضه في يورو 2016. طيب اروح لماتش من نار بايرن ميونخ في اليانز ارينا امام بي اس جي او باريس سان جيرمان، ومواجهه من العيار الثقيل اثنين، واحد منهم حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا كثيرا ثلاث مرات من قبل مع مدير فني قدير ياب هاينكس، ليعود مره ثانيه بقطيره بايرن ميونخ للتتويجات. على الجانب الاخر باريس سان جيرمان والاموال والاموال من اجل بطوله الشامبيونز ليج، كيف ترى هذه المواجهه؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت يمكن بايرن ميونخ هو اللي بيمثل القوة التقليديه بالنسبه لكبار اوروبا في مواجهه باريس سان جيرمان اللي بيمثل القوى المال بقى او الفرق اللي ظهرت مؤخرا بالاموال الغزيره جدا اللي بتتصرف، عنده اغلى اثنين لعيبه في العالم دلوقتي سواء كيليان مبابي او نيمار. هي المباراه يعني ككوره هم الاثنين ضامنين التاهل خلاص وما فيش مشكله ان هم الاثنين ضمنوا وصول دور 16، لكن المباراه تقريبا بشكل كبير جدا لبايرن ميونخ لانه خسر 3-0 في الماتش الاولاني كانت نتيجه ثقيله قوي. نعم. ودي اللي اطاحت بانشيلوتي يمكن وجه بعدها يوب هاينكس لتدريب بايرن ميونخ. نعم. فمباراه مهمه جدا لبايرن ميونخ من وجهه النظر دي انه عايز يثبت ان هم لا لسه تسيب بايرن ميونخ من الفرق المرشحه بقوه جدا للبطوله. عايز ياكد كمان لان كلام كتير الفتره اللي فاتت يوب هاينكس هل يكمل يعني هو طبعا عقده لغايه نهايه الموسم، هل يكمل موسم كمان ولا لا؟ هل هيبقى في مدرب ثاني هيجي في نهايه الموسم؟ كان في كلام عن يوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم، كان في كلام عن يورجن كلوب اللي هو مدرب ليفربول. فاعتقد المباراه مهمه جدا مش من ناحيه التاهل ان الاثنين تاهلوا خلاص، لكن مهمه بالنسبه لبايرن ميونخ بالظروف اللي شرحتها لحضرتك. طيب اخر مواجهه سيلتيك الاسكتلندي واندرلخت، هل هي مواجهه من اجل اليوروبا ليج؟
هي مواجهه لليجا اليوروبا ليج، لكن اعتقد برضه شبه محسومه، لان اندرليخت لازم يكسب سلتك، ومباراه اسكتلندا فرق اكثر من 3 اجوان عشان خاطر يخش هو اليوروبا ليج، لان سلتك كسب الماتش اللي في بلجيكا 3-0، فاعتقد شبه محسومه لمصلحه سلتك ان هو اللي هيروح لليوروبا ليج. طيب عايز اسالك سؤال تاني، هل قوه باريس سان جيرمان الهجوميه جايبين 24 هدف حتى الان في دوري ابطال اوروبا، هل ده ممكن يديهم افضليه الى حد ما امام البايرن؟ ممكن طبعا، خاصه ان بايرن عنده مشاكل دفاعيه ظهرت في اخر اسابيع في الدوري الالماني، يمكن بوتينج بيتصاب كتير وبيغيب، هوملز يمكن غاب عن اكثر من مباراه، ابتدى يجرب نيكلاس سوير اللعيب اللي هو جابه السنه دي من هوفنهايم، ابتدى في بعض الاحيان بيرجع خفي جارسيا بيلعب ورده في المكان ده، فاعتقد ان فعلا دي ممكن تعمل كده، خاصه ان باريس سان جيرمان مش بس الثلاثه اللي قدام، يعني مش بس كافاني ونيمار ومبابي، لا شفنا مثلا المباراه اللي فاتت كوراجاوا بيجيب هاتريكس، وشفنا لعيبه بوست الملعب عنده دراكسلر، عنده هو الصراحه عنده فرقتين، وعنده فرقتين يعني على مستوى كبير جدا، يعني حتى دراكسلر ده كل لعيب كل انديه اوروبا عايزاه. بالظبط بالظبط، فعلا قوه باريس سان جيرمان حاليا ما اصبحتش بس الثلاثه اللي قدام، يعني عنده لعيبه لدرجه مثلا لعيب زي لوكاس مورا ما بيبقاش بيلعب احتياطي، هو هيروح السينا احتمال. بالظبط كده، فلا طبعا باريس سان جيرمان اصبح من الفرق المرعبه جدا، يعني اول خساره ليه في الدوري الفرنسي الاسبوع اللي فات، لكن هو تركيزه كله. عايز اخدك عادل، عايز اخدك سريعا ليه الانديه المشاركه سبع انديه في كاس العالم للانديه، عندنا الوداد بطل دوري ابطال افريقيا، الجزيره في الدوري الاماراتي وهو المنظم، طبعا ريال مدريد ابطال اوروبا تشامبيونز ليج، باتشوكا بطل دوري ابطال الكونكا كاف وده امريكا الشماليه، اوراوا بطل دوري ابطال اسيا، وجريميو خد الليبرتا دوريس، واوكلاند سيتي بطل اوقيانوسيا. يعني شايف السبع فرق طبعا مواجهه بتبقى قويه جدا بالنسبه للفرق اللي من اوقيانوسيا، بتبتدي تقابل فرق اسيا ثم فرق افريقيا، وبعد كده يخش التوائل بقى انديه امريكا الجنوبيه وانديه اوروبا، شايف البطوله مش ازاي؟ هي هتبدا طبعا بكره ان شاء الله بمباراه جزيره مع اوكلاند سيتي اللي هو الفريق الدوله المضيفه بيلعب فريق اوكلاند سيتي، ده بتبقى مباراه افتتاحيه. يعني كنا نتمنى طبعا نشوف النادي الاهلي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وربنا يكرم ان شاء الله السنه الجايه في الامارات برضه باذن الله. اعتقد يمكن طبعا اكيد لو سالت اي حد هيقول لك ريال مدريد هو المرشح الابرز، لكن انا شايف ان جريمي وباتشوكا مركزين قوي، يعني حتى تصريحات المدير الفني سواء لجريمي البرازيلي او باتشوكا المكسيكي ان هم لا احنا هننهي هيمنه اوروبا واحنا جايين بكل قوتنا، مش واخدين البطوله انها بطوله، يعني يمكن دايما انت عارف انديه اوروبا بتبص لها انها بطوله شرفيه شويه. لا انا شايف جريمي وباتشوكا التصريحات بتاعتهم ان هم مركزين قوي، هيبقوا اعتقد هيشكلوا تحدي لريال مدريد في البطوله دي، اذا قدروا طبعا يعدوا الادوار، طبعا جريمي هيلعب على قبل النهائي على طول، باتشوكا هيلعب مع الفايز من اوكلاند سيتي، والجزيره هيلعبوا اعتقد البطل افريقيا والفايز منهم هيلعب باتشوكا. عادل كريم المحلل والناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اتكلمنا في حاجات مهمه جدا سواء في دوري ابطال اوروبا التشامبيونز ليج او في بطوله كاس العالم للانديه. يا جماعه احنا نطلع فاصل ولا لسه مكملين؟ طيب لحد ما يرد عليا استاذ صبري، استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. عايزين نتكلم مع حضرتك على افتتاح كاس العالم للانديه، كيف تستعد الامارات وايه الاجواء اللي موجوده هناك؟ بطوله مهمه جدا، وصراحه شرف لينا ان دوله الامارات العربيه المتحده هي اللي يعني تقيم التنظيم لهذه البطوله. طبعا هو الحدث بيقام في الامارات وتحديدا في اماره ابو ظبي للمره الثالثه بعد نسختي 2009 و2010، كان سبق طبعا تحقيق نجاح كبير في نسختين السابقتين في الامارات، وده بيحمل الامارات عبء اكبر في تحقيق نجاح يفوق النجاح بتاع النسختين اللي قبل كده. هم الناس كلها في اهتمام كبير جدا بالبطوله على اعلى مستوى، ابتداء من قيادات الدوله للمسؤولين الرياضيين للجماهير والناحيه الشعبيه والجماهيريه والاعلاميه، اهتمام فوق الخيال طبعا بالبطوله، خاصه بمشاركه ريال مدريد اللي كل الناس في انتظاره بشوق كبير. يعني اعتقد ان الحدث نفسه فارض نفسه على الساحه، خاصه ان في مباريات الدوري الاماراتي مستمره دون توقف مع البطوله، لكن طبعا البطوله من دي الانديه
تجذب الانظار والاهتمام الاكبر، والناس يعني على موعد ان هي تشوف افتتاح بسيط مبسط مبهر حسب رغبه الفيفا اللي بيرفض حاليا الافتتاحات او المهرجانات او الاحتفالات المكبره في افتتاح البطولات، يكتفوا بعرض ضوئي في ملعب استاد هزاع بن زايد في العين. افتتاح مبسط بيكون بشكل انيق لكن مبسط ومدته قصيره حسب الاتفاق، والجماهير على اعلى مستوى في تسويق وترويج للبطوله بشكل كبير. اعتقد كان النهارده تصريح لمدير البطوله عارف العواني قال ان في تم بيع 100,000 تذكره لمباريات البطوله حتى الان. طب استاذ صبري، في حاله مشاركه النادي الاهلي هل هيكون 1000 تذكره بس ولا هتبقى 3000 ولا 7000؟ النادي الاهلي ازاي؟ يعني لو النادي الاهلي كان هو اللي شارك في هذه البطوله. لا مختلف، الوضع مختلف يا محمد. لو الاهلي بيشارك محمد كان بيبيع 100,000 تذكره لمجمل المباريات، لكن ده لو الاهلي مشارك كان 100,000 تذكره للمباراه الواحده يعني. مش لمجمل المباريات. هو ده سؤال. الناس منتظره. والله كنا منتظرين كلنا الاهلي يكون موجود ممثل للكره المصريه والافريقيه. كانت الجماهير المصريه كانت بدات بالفعل تشتري تذاكر من على النت اونلاين، لكن طبعا ما حصلش نصيب الاهلي يوفق بفوز بطوله افريقيا، لكن الوداد ان شاء الله يشرف البطوله الافريقيه كمان وفريق محترم. طبعا كنا نتمنى وجود الاهلي، كان الوضع يختلف كثير حتى على المستوى الجماهيري، وكان في هنا حاله حزن شديده جدا بين مش الجاليه المصريه بس، حتى كمان المنظمين وحتى على المستويات كلها الاعلاميه في خساره الاهلي في النهائي الافريقي. الكل كان بينتظر وجود الاهلي وشعبيته الكبيره واسمه وتاريخه العريض، كان الوضع بيختلف تماما، لكن ان شاء الله في مقبل البطوله ان شاء الله اتمنى تكون بطوله مميزه. طيب استاذ صبري، فريق ريال مدريد متى يصل؟ ريال مدريد بيصل يوم الاحد ان شاء الله رب العالمين، لان المباراه الاولى يوم الاربعاء. وهم حددوا خلاص برنامجهم بشكل كامل وبعتوه للجنه المنظمه، بيشترطوا الالتزام بيه حرفيا بحذافيره، الوصول يوم الاحد، وحددوا اختاروا مكان هم يكون بعيد شويه عن وسط المدينه، بابو ظبي اختاروا منطقه اسمها جزيره الماريه، بعيد جدا عن المدينه وبعيد عن الجماهير، وطلبوا ان يكون كل تحركاتهم وكل تدريباتهم ومواعيد تدريباتهم محاطه بسريه كبيره. حرصا على ان هم يعني طبعا على شكل، لان طبعا كل منتظر اللي هيكون اقبال جماهيري ورغبه في التصوير والكلام ده، هم رافضين الكلام ده، خاصه ان هم واخدين البطوله بشكل مهتمين بيها بشكل كبير، على عكس ما يكون الناس تتخيل ان يكون في مباراه هي بطوله شرفيه او بطوله وديه او كده، لكن في اهتمام كبير جدا بيها وارقام، وريال مدريد بيبحث عن دايما عن انه يبقى رقم واحد، وان يكون بطوله جديده بتضاف في سجل بطولاته. وكمان يمكن في تصريح لكريستيانو رونالدو، تصريح مثير يعني، بيقول ان عنده حاليا مونديال الانديه اهم من كاس العالم 2018، على اعتبار ان هو البطوله اللي هي مقبل عليها خلال ايام يعني. هو برضه مش بعيد على اجواء الامارات يعني، كريستيانو بيجي الامارات كتير. نعم كريستيانو بيجي الامارات كتير لكن مش بيلعب. نعم بيجي دايما الامارات كتير في رحلات خاصه، بيكون بعيد عن اضواء او في منتدى او في. طب استاذ صبري، عايز اسال حضرتك اخر استعدادات الجزيره لاول اللقاءات غدا امام اوكلاند سيتي، طبعا كلنا بندعم فريق الجزيره الاماراتي غدا، مواجهه مش سهله امام اوكلاند سيتي. طبعا المواجهه مش سهله ابدا، الجزيره بيشارك في البطوله دي او بيظهر في الحدث العالمي الكبير ده المره الاولى، لكن اوكلاند سيتي ثامن مره بيشارك في مونديال الانديه، يعني فريق عنده خبرات كبيره ومتمرس على البطوله، حتى وان كان تاريخه بره اوكيانوسيا يعني مش كبير، لكن هو الراجل بيشارك على الفئه بتشارك للمره الثامنه. نعم عندهم خبرات كبيره وعندهم طموحات كبيره، الجزيره فريق جيد، طبعا مش بيمر بافضل حالاته حاليا، يمكن كان في ظروف معينه بيمر بيها، عنده اكثر من غياب مهم جدا بسبب الاصابه، سواء على اللاعبين المصريين او اللاعبين الاجانب، لكن استعدادات الجزيره كبيره جدا، هو بتوجه للعين امس وبيقيم معسكره هناك، وادى تدريباته النهارده بشكل كويس، وفي روح معنويه عاليه جدا، هم بيتمنوا عندهم هدف كبير قوي، طبعا هم مش احلام في فوز البطوله بقدر ما هو الوصول لنصف النهائي ومقابله فريق ريال مدريد اللي بيعتبر بطوله خاصه، هم بيتمنوا ان هم يتخطوا المباراه الاولى ويلعبوا المباراه الثانيه ويوصلوا للقاء ريال مدريد، وده في حد ذاته بطوله بيروها يعني. استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتكلمنا على كل استعدادات الفرق لكاس العالم للانديه، ايضا اطلنا اطلاله على دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، هنبتدي نتكلم على فنيا على النادي الاهلي ومواجهه الاسيوطي، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حديث.